تعالوا مع بعض دلوقتي نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. طبعا هنبدأ جولتنا تاني أيام رمضان من محافظة القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس. وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر الطريق بيشهد كثافة مرورية أيضا. هنروح لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه المهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. هنستكمل جولتنا مع حضراتكم دلوقتي في محافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فبيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين في بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. وهنروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية، بس الكثافات دي بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وهتظهر كمان كثافات تانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة الإسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما في الشوارع الجانبية ففي سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي الطريق بيشهد فيها سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. ايضا في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 26، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في مطروح 21 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.